اليوم يوم الدم. نشوف اليوم من حيضرب الثاني في حلبتنا لهذا اليوم. ويا ساتر يا رب، اتوقع والعلم عند الله شخص واحد اللي حيفوز معنا في هذه المعركة. انا اعيش اليوم حالة هستيرية، جو جميل وابغى مضاربة ونبغى ملاكمة والدم حيوصل للركبة. نرحب اول واحد، سمعوني احلى واقوى تحية في هذه الحلبة للملاكم الفذ، رحبوا به سويا، تفضل. عبد الملك عطها. يس يس عطها. ويلكم. الله. اليوم يوم الشعللة. وين الخصم؟ الخصم موجود. وين الخصم موجود؟ انت تبغى مين بس قل لي. جنب اي حد احداثه. تبغى تتوطب بطنه؟ ايوه. وليد هو خصمك. لا هذا القاعدة. القاعدة تعال تعال. القاعدة والمايكات يا اخي. تعال تعال. استهبال ذا، وش ذا الضربة النارية؟ هذا مدربك. ايش فيك انت؟ انا مدربك. انت ايش ماكل؟ انا خصمي. خلاص لا انا بصلي على النبي. استهدي بالله، استهدي بالله عبد الملك، استهدي بالله عبد الملك. انا عرفت ايش المشكله يا عبد الملك. وش المشكله؟ كيس الملاكم احمر ووليد احمر. عبد الملك. عبد الملك عطى واحده. لا عطى واحده. على طول بتخسر. اسمع علي. صح عبد الملك المقاتل أنا الكبير. انا عبد الملك طبعا مقاتل سومو. ايوه. تدرب تقريبا 15 سنه قبل الميلاد ما شاء الله. فش اسمه في الاصول هذه الاغريقيه. فشوف ما شاء الله عليه. عندي سؤال. عندي سؤال. عندي سؤال. ليش ما شاء الله اليد الثانيه فاضي؟ يعني ما يحتاج؟ ما يحتاج هذه وتكفي. تكفي انت يعني تشتغل بوحده. الخصم. تكفي الخصم. اي تكفي. اذن تفضلوا استريحوا. ونرحب بالخصم الثاني اللي حيكون معنا مقاتلا ومنازلا الى عبد الملك. اعطونا الترحيب والدخوليه بالملاكم الذي سوف يكسر هذه الحلبة. رحبوا معي به سويا. عبد الله العبد الكريم. Let's get ready to rumble. أجي والله كم مرة علمتك تطيح قبل ما تضرب. ما شاء الله. إيش الملاكم الكيوت هذا؟ أنت الحكم صح؟ ما شاء الله مدرب وكمان كيوت. رشوة رشوة. الله 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 الله. إذن إذن. هذا يضرب ويطيح. ملاكم. هذا ملاكم عكسي. انت ايش قاعد تسوي يا ابني؟ انت ايش قاعد تسوي؟ انت حتلاكم مين؟ هذا خصمي هذا. انا عرفت ليش ضرب مدربه، عشانه اصفر يحسبوها مو. خلاص 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 خلاص. حبيتها انت؟ حبيتها حبيتها. تفضل تفضل. اقول لك شيء استاذ عبد الرحمن، ابى اقول لك انه هذا الملاكم ايوه يعني عنده اثر رجعي يعني مسكين. ها. ما يعرف ما يعرف مسكين يعني. كيف يعني كيف يعني؟ انت تضرب هذه ولا تضربني؟ الله. اذا خلينا نستريح عبد الملك. تفضل تفضل استريح مدرب. عكسي. شكرا. ايش فيك ايش فيك يا اترك من هناك. فريق من هناك. تعال 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 عبد الملك. تعال يا عبد الله تعالوا. عفوا مو عبد الله. هذا الكريم كلاي. عبد الكريم كلاي. عبد الملك تقول لي يد واحده تكفي؟ ها ايه. هذا والله شكله سرقها منك واخذها منك وانت نايم. تعال هنا تعال. ها وش اللي ساير الحقيقه؟ ايوه. لا بوكس واحد يكفي. اعطيه بوكس اعطيه بوكس. يا
ولدي يا ولدي الله عليك الله عليك بطل ايوه ايوه بطل بطل ما قصر وين اصوات الجماهير سمعونا سمعونا اصوات الجماهير بطل يا ولدي بطل يا ولدي بطل كفو كفو حلوين حلوين طيح ثاني مره طيح ثاني مره ياه ايش توعد الهوامير يا عبد الملك؟ تعال هنا ما راح اخيبهم يا سلام وانت ايش وش توعد المطانيخ؟ اجلد كلها مر تعالوا انت ماذا توعد فريق المطانيخ؟ اوعدوا اني بجلد الهوامير قصدك تجلد المطانيخ عشان تجلد الهوامير انت عكسي نعم اذن الميدان يا حميدان ونقول بسم الله وعلى بركه الله من سيفوز في هذه الملاكمه هل هو فريق الهوامير ام فريق المطانيخ ابدأوا بسم الله وعلى بركة الله ابدأوا الملاكمة الله الله وين كله لكمات ولكن الله 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 اديه ايوه الله الله يا سلام الله وقت مستقبل هووه هووه كذا كذا هويه جولة نارية جولة حماسية ما نعرف ايش اللي ساير الوضع خارج عن السيطرة الآن الملاكمة تعود في جولتها الثانية والذي سوف يفوز في هذا اليوم حط يدك سيختار هو الدخول ها 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 إذن بسم الله وعلى بركة الله تبدأ الآن الجولة الثانية ابدأ انت تستطيع ابتعد الله يا غشاش ايوه اديه يا سلام اوه الله اوه لا ها لا لا خلاص 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 من تحت الجو من تحت الجو صلى على النبي تعال كل واحد مكانه يا غشاشين يا غشاشين وين الصفيره وين عبد الملك وعبد الله تعالوا غشاشين يعني الفائز سويا لا ضربني هذا غشاش انت غشاش هذا ضربني تفضل ضربني وليد روح هناك يبغوك ايوه خليك مكانك يعني انا اوريك يا غشاش الفائز معنا اوريك كبش فيده بعد جولتين بعد ما اخذت لي ابكاس على وجهي وظهري وبطني وكان في تدخل من الجمهور يفوز معنا في هذا اليوم واللي حيختار دخوليه هو فريق المطاني ولد قال كل حكانه وش غش الحصاله قالت كذا الورده ايه الورده جبتها بفلوس ها ورده طيب. الله يعطيكم الصحه والعافيه وشكرا لكم جمهورنا الكريم لا 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 انا اخذت لي ابكاس عبد الرحمن لا لا ايش فيكم ايش فيكم انا اوريك ها رمى الورد اللي جبته رمى الورد يا عبد الله الكريم بالله استاذن طيب الله يعطيكم الصحة والعافية. والله تعبت. ايش البداية هذه؟ حريقة. حريقة ها؟ حريقة مرة حريقة. عبد الملك. هزموه. عبد الملك هزم دوب ما حيفوز. تعال يا رجال فزت. سمعونا صيحة.